قال لك شحال وانت هنا مجوج من الحاجة؟ هنا أنا وياك. هادي من عم محمد الخامي. قال لك واش مرتاح مزيان؟ يا سلام هذا زعما تعجبني فيه الاخلاق ديالو مزيانه وما كي مسكين ما كيفرطش فيا وانا عاود ما كنفرطش فيه ومتفاهمين مع بعضياتنا الحمد لله الحمد لله على هاد الزوجيه اللي طالت مع بعضياتنا كنصبروا على اللي كاينه وعلى اللي ما كايناش عندنا وليد واحد راه هو مجوج بوليداتو دا ضروري غيكون صداع بنادم ماشي مالك شي انا غضبانه عند الناس عاود يجي مورايا يردني عاود الناس كيفهمونا يقول لك انتم ماشي عاد اليوم تعاشرتوا مع بعضياتكم ماشي واحد النهار ولا يومين ولا عام ولا عامين هذه 50 سنه كنا كنخدموا بجوج بينا هو كيعدلها وانا كنبيعها كنخرج السوق كندي الكروسه نمشي للسوق نجيب ليه الفليسات اللي بين يدو هو كيحسبهم هو كيعرف شحال صور في هاد الليطان وطريف كنجمعوه للكرا وطريف كنعيشو بيه طريف كنخلصو بيه الضو والماء ايوا فرحنا بالحياة ديالنا ولكن باقا ما كملتش منين نكون بالدويرة ديالي ديك الساعات كمل كلشي والسر ديال وانا ما كيفرطش فيا وانا ما كنفرطش فيه هو عندي عزيز وانا عنده عزيزه عليه فجبرني معقوله وهو عاوتاني جبرته معقول حنا مع بعضياتنا صافين ما كاينش الخداع بيناتنا كنتمنى نبقى انا وياه ما عرفناش شكون السابق هو ولا انا